زي ما انت شايف كده، تقدر تحول لوحة المفاتيح للغة الإنجليزية واللغة العربية بطريقة سهلة جدا. لو مش عندك اللغة العربية هقولك ازاي تنزلها عندك على التليفون. هتعمل ايه لو لوحة المفاتيح بتاع التليفون بتاعك انت مفيش فيها اللغة العربية؟ تابع كده معايا الشرح الاخر وهنزل اللغة العربية عندنا على لوحة المفاتيح لأي هاتف. حاجتين مهمين قوي، لو الهاتف بتاعك نفسه ما بيدعمش اللغة العربية انت على طول بتنزل التطبيق ده وهو يخليه لك يدعم باللغة العربية كاملة، لكن لو لوحة المفاتيح بس انت كل اللي عليك بس بتروح عندك على الاعدادات. ده بقى لو في حالة لوحة المفاتيح ما فيش فيها اللغة العربية، هتنزل تحت كده في اي تليفون هتدور على حاجة اسمها اللغات والادخال، دور على اي تليفون عن حاجة اسمها الادخال هنا، ضغطة واحدة كده عليها بعد كده بيحولك على اللغات، عندك اللغة العربية واللغة الإنجليزية. معرفتش هتقول له إضافة لغة وتدور على اللغة العربية بتاعتك، هتلاقيها هنا زي ما أنت شايف كده قدامي هنا. طيب دلوقتي دي لغة الجهاز نفسه، طب لغة لوحة المفاتيح، كل اللي عليك بس إنك بتروح عندك على لوحة المفاتيح الظاهرية ولوحة المفاتيح الفعلية. اللي عندنا احنا عندنا لوحة المفاتيح الفعلية، ضغطة واحدة كده عليها بيقول لك هنا الإنجليزية الولايات المتحدة الإنجليزية، وعندك هنا الولايات المتحدة الإنجليزية، حاول تضغط هنا وبتدور على اللغة العربية عندك وبتضغط عليها، هتلاقيها موجودة عندك كلمة داونلود هنا، هتلاقيها ظهر كلمة عندك داونلود هنا، اضغط عليها كده وتخلي لوحة المفاتيح عندك باللغة العربية زي ما انت شايف ظهرت عندي هنا، علشان بتقدر تحول من اللغة العربية للغة الإنجليزية عادي جدا. طيب دلوقتي بترجع كده ورا خطوة، ولو جينا نشوف لوحة المفاتيح الظاهرية هتلاقيها عندك بالولايات المتحدة الولايات المتحدة باللغة الإنجليزية، ممكن تقدر أنت بنفسك تحولها للغة العربية عادي جدا. طيب وزي ما أنت شايف كده أقدر أكتب باللغة العربية عادي جدا، وكذلك برضو أقدر أحول كمان باللغة الإنجليزية عندي في التليفون بتاعي من خلال الخطوات اللي أنا قلت لك عليها من خلال الإعدادات. وكده الشرح انتهى. اتمنى يكون الشرح عجبك. يا ريت متنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناة. مع السلامة.